ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن مراسل القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير. أبو بكر، بعد التحية، يعني ربما هذه الانتخابات هي انتخابات مهمة، كانت يعني مفاجأة بعض الشيء أن يقرر رئيس الوزراء ريشي سوناك أن تجرى هذه الانتخابات في هذا التوقيت، ولكن هناك توقع كبير بأن يكون هناك يعني فرص أكبر لحزب العمال في هذه الانتخابات، أليس كذلك؟ بلى، التوقع كبير جدا، تعززه كل استطلاعات الرأي في الأشهر الماضية، بل في أكثر من عام، جميعها تعطي حزب العمال تقدما بحد أدنى 20 نقطة، وهما يعني تصدرهم المشهد في السنوات القادمة. بناء عليه اليوم تم حل البرلمان البريطاني بغرفتيه اللوردات والعموم، وحل جميع اللجان البرلمانية. لماذا اليوم؟ لأن القانون يقول بضرورة حل البرلمان قبل يوم الانتخابات ب 25 يوم عمل، لذلك تم اختيار اليوم وتحديد اليوم لحل البرلمان. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن جميع مقاعد البرلمان بما فيها مقعد رئيس مجلس العموم هي شاغرة، باستثناء الرئيس يحتفظ ببعض المهام الإدارية لحين انتخاب رئيس جديد أو إعادة انتخابه. يجب القول فقط أن مجلس اللوردات، وهو الغرفة الثانية في البرلمان البريطاني، مختلف في التركيبة وفي النظام، حيث أن أي من أعضائه لا يأتي بالانتخاب المباشر من الشعب، بل يتم تعيينه عبر الملك. نستمر في السرد الإجرائي. على ذكر الملك، بعد أن أعلن عن حل البرلمان، ريشي سوناك رئيس الوزراء مطالب بالذهاب إلى باكنهام بالاس ليقابل الملك ويخبره ببدء بشكل رسمي الحملات الانتخابية التي تأتي، ويأتي معها قيود كبيرة تفرض على المجالس البلدية والمحليات لجهة الالتزام بالأدوار الوظيفية والخدماتية فقط، وعدم محاولة الترويج لأي من الناخبين. كل ما قلناه هو شيء عادي طبيعي في إطار الانتخابات والعملية الانتخابية. ما هو غير عادي هو ما بدأت به أنت مداخلتك أو سؤالك، وهو أن المحافظين يدخلون هذه الانتخابات وهم متأخرون بأكثر من 20 نقطة كما قلنا، وجميع استطلاعات الرأي تقول أنهم سوف يخسرون هذه الانتخابات، بل أن عددا من المحافظين يمني نفسه في أسوأ الأحوال أو في أحسن الأحلام بالنسبة له أن يعني تصل البلاد عفوا إلى برلمان معلق، بمعنى أن العمال لا يحققون فوزا كاسحا يضمن لهم تشكيل حكومة منفردة دون الحاجة إلى آخرين. يعني هذا من ضمن ما يريده المحافظون الذين يوقنون أن استطلاعات الرأي لا تخدمهم. هذا هدف بالذات ما يريده العمال. العمال تقريبا متيقنون من الفوز طبعا بحكم استطلاعات الرأي وبحكم يعني متابعة ما يحدث خلال الأشهر الماضية، لكنهم لا يريدون مجرد فوز عادي، يريدون فوزا كاسحا يؤهلهم لتشكيل حكومة منفردة بعيدا عن مضايقات المعارضة وبالتأكيد حزب المحافظين. الملف الاقتصادي هو عنوان هذه المرحلة. الجميع يتحدث في الاقتصاد في الفترة الأخيرة، في الأيام الماضية فقط، ومتوقع خلال الأسابيع القادمة نشهد زيادة في الظهور الإعلامي لريشي سوناك ولكير ستارمر للحديث دائما في مستويين، أولهما كل شخص منهم يعني يسوق أفكار حزبه ويروجه على أنها هذه الأفكار هي التي سوف تحل مشكلات البلاد الاقتصادية وغير الاقتصادية، والمستوى الثاني أنه يشن هجوما على الحزب المعارض ويحمله مسؤولية الفشل في الماضي والحاضر، وفي حالة المحافظين يربطون فشل المستقبل بفوز العمال. هذا هو المشهد حتى الآن، نرتقب بعد أيام فقط أولى المناظرات التلفزيونية بين كير ستارمر زعيم حزب العمال وريشي سوناك في إطار الحملة الانتخابية. نعم، من لندن مراسل القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير، شكرا جزيلا لك.